مين أكتر شرير في الكتاب المقدس؟ إيه الأسئلة دي؟ متفنيش على كده. مين أكتر شرير في الكتاب المقدس؟ شرير؟ الشيطان مثلا؟ مين أشر منه؟ الشيطان؟ أشر منه؟ لا هو الشيطان، خلاص خلصنا. إيه يا مارك؟ كان نفسك تكون مين في الكتاب المقدس؟ آدم. لو كنت في العهد القديم كنت هتبقى نفسك يبقى اسمك إيه؟ داود. بطرس كان شغال إيه؟ صياد. كان بيبيع كيلو سمك بكام؟ انت في ايه؟ لا معرفش. ايه يا مارك مالك؟ تمام. طب ايه رايك في اوزر؟ خاين ماله؟ انت احسن ولا هو؟ ايه الاسئله؟ معرفش. شكرا.